معي على الهاتف ايضا سيادة سفير حسام الجاويش او القويش متحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير سيادة سفير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك والله مبروك والله يكون في العون. الله يبارك فيك. شكرا يا فندم. النهارده كان في اجتماع لرئيس الوزراء مع عدد من الوزراء والمحافظين حول رفع كفاءة طريق الأهرام وإزالة التعديات، لو تقول لي انتهى على ايه؟ هو بالفعل بالامس قام معالي رئيس الوزراء بجوله في منطقه الاهرامات وشاف طلع الاوضاع القائمه هناك، وبالامس وجه بعقد اجتماع عاجل بتطوير المناطق الاثريه الخاصه بالاهرامات، حضرها الساده وزراء السياحه والاثار والتنميه المحليه والاداريه والاعلام والمحافظين والاجهزه الامنيه. والموضوع الرئيسي كان متعلق بمنطقه الاهرامات، حيث تم عرض الخطط اللي ممكن بيها تطوير المنطقة السياحية بالهرم اللي تعد كنز حضاري ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، والحالة المتردية اللي وصلت إليها بعض مرافق السواء المؤدية لمنطقة الأهرامات أو في الأهرامات ذاتها. وتم عرض للحالة الوضع الحالي ليها والخطط القصيرة والإجراءات اللي يمكن اتخاذها بسرعة لإحداث تطوير ملموس، لأن الأمر وصل لوضعية صحيح. لا يمكن السكوت عليها. إيه بقى الإجراءات اللي أوصى بيها سيد رئيس الوزراء سيد سفير؟ في خطة عاجلة لمدة أسبوعين وجه بها سيادة رئيس الوزراء، خاصة بالأمور الأولية زي رفع القمامة، الحرم بتاع الأهرامات لازم أن يحترم لأن في مناطق بتحدد دخول الدواب، أسلوب التعامل مع السائحين، تحديد مسارات لتواجد الدواب والعمل بتاعهم، الباعة الجائلين تحديد أماكن ليهم، إنشاء مناطق خدمية، يعني في يعني إجراءات سريعة ممكن تتاخد. في تراخيص القائمين بالأعمال دي ليهم تراخيص، تطبق التراخيص في مواطنين كتيرين بيدخلوا يمارسوا أي أعمال، في عمليات مضايقات للسائحين في المنطقة بتحصل وإرغامهم على شراء بعض وإرغامهم على الدخول، ده في بياخدوا العربية بيرغموا الناس إنها تدخل لو هم حد، وده ليس في صالح العاملين والقائمين على في تلك المنطقة. والجديد اللي خلال الاجتماع ده إن تم دعوة ممثلين عن أصحاب الدواب والعاملين في المناطق هناك لاستماع لوجهة نظرهم في الموضوع، لأن أي تطوير أي إجراء هم في الآخر اللي هينفذوه، هو في الآخر لمصلحتهم، فكان لابد من استماع لوجهة نظرهم وأنه يشعروا بجديتهم أنه بيحضروا اجتماع على جزء من الاجتماع على هذا المستوى، فيكون في تجاوب من ناحيتهم. السيد رئيس الوزراء حريص ان يكون في مشاركه شعبيه، والمشاركه مش عايزين منهم فلوس في حاجه، المشاركه ان هم يكون ليهم باع في وضع الخطه التطوير. طب يعني حضرتك بتقول ان خلال اسبوعين هنقدر نشوف تغير ان شاء الله، يعني اذا بنتكلم على ازاله القمامه، تطبيق التراخيص للعمال اللي شغالين هناك، اعتقد دي حاجات ما تحتاجش اكتر من اسبوع. في خطه طبعا زي تطوير الطرق، رفع الطرق المؤديه اليها، ترعه المنصوريه، الطرق المحيطه بها، طبعا هتحتاج اكتر خاصه ميزانيه ب 21 مليون جنيه تكلفه تطوير وترميم مش ممكن تنفذ خلال اسبوعين، ولكن لازم نشوف. وهيتم عقد اجتماع اخر في فتره قريبه بعد الاسبوعين مباشره عشان يتابع ويتشاف هل فعلا تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاسبوعين، ويتم الاتفاق على الخطوات التاليه وتسجيل اي عقبات. بشكرك سياده السفير حسام الجاويش القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء.